الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نسار لبنيس كيتشن. اليوم رح أعمل معمول التمر بالطحين. وقبل ما بلش ما تنسوا إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك شير سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل شي جديد. بحتاج دعمكم كتير. يلا ما بدي أطول عليكم، خلونا نبلش. تابعوا معي لآخر الفيديو لنشوف أسرار المعامل فعلا ولا أطيب. حضرت كل المكونات اللي رح أحتاجها. عندي تمر مع بزر، رح فقيه من البزر كله واطحنه، وممكن حضره قبل بيوم بس بتغلفوه منيح بالبلاستيك. رح ساوي المعمول بهالمكنة، كتير حبيتها، سهل فيها الشغل ومع طبعات متنوعة. رح احتاج 500 جرام من الطحين، 250 جرام سمنة حيوانية تكون طيبة، 120 جرام سكر عادي، 50 جرام حليب باودر، خميرة ربع ملعقة صغيرة، كربوني ربع ملعقة صغيرة، ونص ملعقة محلب صغيرة، وعندي 120 جرام مي. الكربوني بتعطيها لون حلو، والمحلب ممكن نستغني عنه. رح خلي الطحين على جنب. خلطت الكربوني والمحلب والخميرة مع الحليب الباودر، وهلأ ببلش بخلط السمنة. السمنة ضروري تكون بحرارة المطبخ، وبنزل عليهم السكر، وأنا وعم بخلط بنزل خليط الحليب الباودر، بخلطه منيح وصار قوامهم كريمي. دل عم بخلط، وهلأ بنزل المي شوي شوي ورح كمل خلط. صارت كل المواد عندي متجانسة، بنزل كل الخليط اللي عملته على مقدار الطحين. الأفضل والأطيب إنه نستعمل سمنة حيوانية، النباتية بتعمل المعمول قاسي. ما بعجن، بخلط بهالطريقة ليتشرب عندي كل الطحين. رح استغني عن سباتيولا هلأ وقلبها من فوق لتحت بإيدي ليصير قوامها هيك. شوفوا ما شاء الله كيف ناعمة وطرية ومتماسكة. بدي غلفها، رح اتركها ترتاح نص ساعة بالبراد. عندي فستق حلبي رح دقه وحضره وحطه على جنب، وممكن هيدا اختياري، ممكن تستغنوا عنه. بدي احط لنص كيلو التمر ملعقة صغيرة قرفة، ملعقة صغيرة محلب، ملعقة صغيرة سمنة، وملعقة طعام زيت نباتي، رشة من مي الورد، وممكن نحط رشة فستق أخضر كمان اختياري. دهنت ايدي بالزيت، بدعك التمر منيح تيصير طري وناعم، وببلش بشكل كل التمر طابت. ومثل ما شايفين خلي بلاستيك من تحتهم ووحدة كمان من فوقهم. بدها تكون طابة التمر أصغر شوي من العجينة. حضرت صواني الخبز، طلعت العجينة من البراد، وقبل ما بلش بعملها دعكتين من فوق لتحت. حط طابة التمر على دائرة المفتوحة وبسكرها بهالطريقة، بدورها بإيدي وبحط كعبة بس على الفستق، وبصفن كلن على صينية الخبز. كل ما رتبتوا شغلكن كل ما بتكونوا مرتاحين أكتر.
بس جهز أول صينية رح حطها بالبراد وبخبز كل الكمية مع بعضها، أو إذا عندكن حدا تاني عم يساعدكن ممكن كل ما تخلصوا صينية تخبزوه دغري، ما منتركن بعد التشكيل بحرارة المطبخ. أكيد بدها تصير السمنة تتأثر بحرارة المطبخ، لازم تضل العجينة باردة، يعني ممكن تشيلوا الكمية اللي بحاجة لإلها تشتغلوا فيها وتحطوا الباقي بالبراد، وممكن المطبخ كمان يكون حرارته باردة. هيدي المكنة طلبتها أونلاين من موقع نون، بحط لكم الرابط تحت بصندوق الوصف. وهلا وقت الطباعة، ما شاء الله العجينة ولا أروع من هيك، كل خطوة عملناها بتثبت نجاح العجينة. حميت الفرن من فوق وتحت على حرارة 200 وحطيتهم بنص الفرن، واللي ما عنده ما بدور من فوق وتحت ممكن تحمروه أول شي من تحت وبعدين بتضو عليهم من فوق. شوفوا الحشوة بتدوب بالتام، نكهتها بتجنن. السمنة اللي موجودة عندي استخدمتها، وصفة اقتصادية وسهلة جدا، وأقل من ساعتين خلصت كل الوصفة. تابعوا الخطوات والمقادير ورح تطلع معكم من أول مرة محترفين. هيدا فضل رب العالمين والحمد لله رب العالمين. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله ينعاد على جميع المسلمين بالخير والبركة. هيدي اول عمرة الي الحمد لله بعد كورونا، حبيت صوركم. الله يرزق كل اللي حابب يطعمنا الحوض العودة ان شاء الله، والحج والعمرة. كل المعلومات او المقادير اللي رح تحتاجوها بتلاقوها تحت بصندوق الوصف. سر تميزي لمسة إيدي، انتو شو سركون؟ خبروني بالكومنتس تحت. أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.